اولا راعي حقيقي، راعي على طراز عالي. بيسموه الرسول كتب من الإصحاح 14 رسالة، لكن الكنيسة بتختار هذا الإصحاح طبعا اللي هو الرابع من أفسس، والإصحاح ده إصحاح كريم حقيقة في طبيعته. ناخدهاش استشهاد يعني ذبح وقتل وبتاع، لان شهادة النموذج يرى الناس اعمالك وطيه، فنبدأ بشهادة النموذج ثم شهادة الاعمال، وبعدين لما المسيح يطلب شهادة تانية يبقى علاقة مع وضعية الدم بالاستشهاد. ما هي المعمودية؟ الموت مع المسيح. الحقيقة هو يعني صاحب فضل على كل الأجيال من ساعة ما كان أستاذ في الإكليركية قبل بربنا، وكان أمين بيت مدرسة أحد من الفترة دي. طبعا هو دي يعني أيادي بيضاء كثيرة، ودي طبعا يعني عمق العلم وعمق التربية، وهو اللي خلى بيت مدرسة الأحد ده بقى بيت كويس. قال بص يا ابونا على خير يا سيدي، قال الكنيسة أصبحت أيضا مشكلة، قال ولما تسقط هتسقط كلها مرة واحدة. حلو يا سيدي، قال لي وبدون مقدمات. الإنسان ممكن يتأثر بحاجة ممكن يشوفها بعينه أكتر ما يتأثر مثلا بعشر عظات في نفس الموضوع. مثلا لو واحد بيتكلم عن التواضع بيقول عظات كتيرة جدا، غير لما أنا أشوف نفس الشخص روح التواضع موجودة فيه، ودي تبقى أكتر طريقة أنا أشهد بيها للسيد المسيح. يعني الهجرة ممكن نتمتع ببعض المميزات الموجودة في الأماكن، لكن في نفس الوقت هتختفي حاجات كتيرة احنا متمسكين بيها، وطنيتنا، تمسكنا بأرضنا، تمسكنا ببعض القيم اللي اتعلمناها، تمسكنا بجو الكنسي اللي بنعيش فيه عن قرب. عندك حساب على الفيسبوك؟ طبعا. بتحب تقعد على الفيسبوك على طول؟ لا احيانا، مش كل يوم يعني؟ ساعة كل يوم. وصلت لقرار او لمعلومة ان الايمان المسيحي والكنيسة القبطية على مدى عصورها تحملت كل اضطهاد، كل دم، كل استشهاد. بعدين جينا هنا حضرنا التسبيحه مع سيدنا النهارده، حاجه جميله جدا، استمتعنا، فرحان قوي ان الشعب بيقول التسبيحه. انا لما زرت الكنيسه ام موسى امير تدرس الصحيه يعني حسيت بمشاعر مختلطه، كنت فاكر نفسي هتضايق او هبكي او هحزن، بس حسيت ان انا شايف بصمات حب المسيح للناس اللي عملوا كده.